never felt a love quite like mine. المزيكا انواع والوان واذواق، وفي الوطن العربي بيحلى الشرق. يا ما سمعنا الحان وتمزجنا، وفي كل مقطوعه في اله بتاخد كل واحد فينا، بتسحب انتباهه وتركيزه، تبقى ودنك جري وراها في كل لحن بتسمعه. النهارده حلقتنا اللي ودنه بتجري ورا اوتار العود، للي ودنه بتختاره وتميزه وبتندمج مع اول دبه في اول وتر من اوتاره. العود آلة وترية عربية 100%، وأقدم أثر وجد ليها كان في شمال سوريا، تحديدا في العصر الأكادي. بعدها دار في مصر في العصر الحديث حوالي سنة 1580 ل1090 قبل الميلاد. وفي كل بلد كان بيتطور العود كشكل خارجي، يعني من خامة لخامة ومن شكل لشكل. من أشهر الأماكن اللي كانت متخصصة في صناعة العود في مصر شارع يعتبر مركز للفنون الشرقية في القاهرة. اي مغني او عازف في البلد كان بيتجه ليه عشان يشتري منه آلة على اعلى جودة. اول ما تدخل الشارع هتلاقيه منور بالعراقة وبالالات اللي من ابرزها العود، وهو شارع محمد علي. هناك هنلاقي عم محمد، واحد من اقدم صناع العود اللي في شارع محمد علي. انا في شارع محمد علي هنا بقالي 40 سنة. أيام ما كان محمد علي شارع جميل وشارع جديد، كان شارع محمد علي كله 20 نفر ماشيين فيه يتعدوا على الصوابع. محمد الحلو مصر كان في معهد الموسيقى العربية. أيام ما كان معهد الموسيقى العربية كان في شارع رمسيس، دلوقتي في شارع هرم معهد الموسيقى. جاني محمد الحلو هنا وقال لي محمد الحلو ساكن جنبينا هنا، قال لي أنا عايز عود كويس لسه متخرج المعهد كده، عملت له عود، بس الكلام ده في السبعينات، عملت له عود 250 جنيه. واحمد علوية طبعا كان عايز سناي، كان بيقعد على السيجاره، فجالي برضو كان عايز عود وعملت له عود حوالي 500 جنيه، بس كان برضو من 10 سنين او 20 سنه عارف ايه. من ناحيه القصعه بيبقى في قصعه 21 ضله، وفي قصعه 19 ضله، وفي قصعه 15. ده من ناحيه القصعه. نيجي نبص من ناحيه الوش، في وش الماني بيبقى حتتين، جزئين، جزء وجزء، حتتين اتنين بس، اسمه وش الماني سيجر. وفي وش موسكي بيبقى خمس ست حتت جنب بعضيهم، وبيتجمعوا جنب بعضيهم لحد ما نجيب المسافه اللي انا عايزها. ده بالنسبه للوش. نيجي نبص للرقبه، في رقبه 19، والبنك زين، بنك عادي يعني، ادي مرحله. نخش بقى العود بعد ما ايه نركب الوش جوه القصعه دي، وبتربط بالدبره وبتساب يوم عشان ينشف، وبعد كده بنفك، وبعد كده نخش مرحله بقى تنظيف، وبعد كده نخش بقى صنفره ودهانات، وبعد كده في واحد بيركب مفاتيح، واحد بيركب فرشه اللي هي بتتحط فيها الاوتار، وواحد بيركب طقم الشماسي كده. عازفين العود تميزوا، وكان منهم عبد الوهاب واسطنباطي وعمار الشريعي اللي كان احد اهم اعمده الموسيقى في مصر. الف موسيقى تصويريه لكثير من الافلام والمسلسلات التلفزيونيه والاذاعيه ومسرحيات، واللي نالت شهره عاليه جدا، وحصل العديد منها على جوائز سواء على الصعيد العربي او العالمي. من اشهر معزوفاته تتر مسلسل ارابيسك. كل دول بيجذبوا اي حد ودنه بتحب العود، وبينجذب ليهم زي بالظبط ما حصل مع محمد. اول ما دخلت الكليه كنت بسمع حاجات تانية غير العود خالص، يعني حاجات سكك تانية خالص، كنت بسمع راب، كنت بسمع انجليش، مش بسمع عربي كتير. بعد كده بعد يعني في اواخر ثانويه عامه ابتديت اسمع واحده اسمها كاميليا جبران. في فتره من الفترات في حياتها هي كانت بتلعب قانون، بعد كده بقت بتلعب عود، انا ابتديت اسمع بقى الناس دي، ومن هنا ابتديت بقى ادخل سكه العود. بعد كاميليا ابتديت اسمع شيخ سيد درويش، شيخ امام عيسى، ومنهم دخلت بقى على اسكندريلا، فرقه اسكندريلا،
دول بقى هم اللي خلوني اجيب العود بقى، خلوني خلاص انا اقرر ان انا اتعلم عود وانا هجيب عود واشتغل عليه. فرقه اسكندريلا مؤسسها الاستاذ حازم شاهين مدرس العود بتاعي. لا يعني كنت مهتم شويه بالموضوع بس على خفيف يعني، لا كان عندي كان واحنا في ثانويه عامه كان في اكورديون بتاع المدرسه اتعلمت عليه بتاعت بلادي بلادي، اطلع اقولها في الطابور تقريبا مفيش ولا مره قلتها صح في الطابور. بس مع اسكندريه اللي بقى ابتديت اعرف العود، وابتديت خلاص بعد ما شفت استاذ حازم بيعزف على المسرح خلاص قررت بقى ساعتها ان انا هتعلم عود، انا لازم اتعلم عود. تقريبا اول مره طلعت على مسرح كان انا جيت العود بشهرين تقريبا. كان عندنا مسرحيه في الويلكم بارتي بتاعت دفعه جديده في هندسه 2019. كنت طالع كانت حاجه كده انا كنت مالفها سكتش صغير يعني، فكنت طالع بعزف في عود، عزفت حاجه صغيره كده مثلا كانت انا هويت تقريبا الدخله بتاعت انا هويت بتاعت شخصيه درويش. في مقطوعة دي تعتبر أول مقطوعة أخدتها في حياتي تقريبا، أستاذ محمد الأصابجي، كنا عزفناها امبارح في الحفلة اسمها ذكرياتي. دي كانت المقدمة الموسيقية راق الحبيب بتاعت أم كلثوم اللي هي اتقدمت أول مرة سنة 44. اكتر حاجه دي مقطوعه دي من الحاجات العظيمه جدا يعني، حتى فيها احساس عالي جدا، فيها شغل عزف شغل موسيقى شغل نقل مقامات حلو جدا. القوالب الموسيقية للعود كتيرة زي اللونجا، ده قالب موسيقي إيقاعه سريع بيتكون من تسليمة ومجموعة خانات، في ليها أنواع زي اللونجا التركي ولونجا رياض لرياض السنباطي ولونجا مراهقة لحازم شاهين. في نوع تاني هو البشرف أو السماعي، ده برضو بيتكون من خانات وتسليمة لكن بيكون على إيقاع عزف سماعي تقيل واللي من أبرزه لما بدأ يتثنى. والعديد من البشارف المميزة لعازف العود بفرقة كوكب الشرق أم كلثوم الملحن والموسيقار محمد الأصابجي. من المزيكا للعود لشارع محمد علي لمحمد عازف العود، كلنا بنتفق على حبنا للمزيكا بالرغم من اختلافنا، كلنا بنروح شارع محمد علي على ساعة صفانة، كل واحد فينا جواه ساعة روقان، جوانا وتر بيهتف هتاف العود في كل لحن، فينا لسيكا وفينا لنهواند، ومهما كانت النوتة هنفضل عايشين في بحر المزيكا اللي ملوش اخر. قالوا لي اهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني، قالوا لي